السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع خرافي بيخليك تعمل تصميمات برمتك وتقدر تعدل فيها بسهولة وتقدر إن أنت تحملها، وكل ده مجاني. يعني ده مثلا مثال، تقدر إن أنت تغير في الويتس، السيت هاي تقدر تعدل فيه، اللينس تقدر تعدل فيه، الهاي تقدر تحدد كل حاجة اللي أنت عايزها، وبعد كده تقول له داونلود وتقدر تحملها ك DXF أو IGES أو STL أو STB أو OBJ، بحيث ان انت تقدر تحملها عندك على الجهاز او ان انت تطبعها. تمام، في مودلز كتيرة موجودة لان هو مجاني، فاي حاجة بتعملها هي بتبقى بابليك للناس كلها. فممكن تقول له انا عايز مثلا اركتكتشر، فيفتح لك حاجات كتيرة جدا اركتكتشر، وكل واحدة فيها البرامتر. يعني في حاجات مثلا مبنى كامل في البرامتر بتاعته زي ما انت تحب، والفكرة بتاعته سهلة جدا، ومستو ان هو اونلاين من غير ما تسطب اي حاجة خالص. هنا بيقول لك التيبل تايب، هي عايزة مثلا ريكتانجلر بالشكل دوت ولا عايزها بالشكل دوت، والتشير عايز كام كرسي، 4 مثلا، والريلينج، والكولر كمان تقدر تتحكم فيه، اختار اللون اللي انت عايزه، وتقدر بعد كده ان انت تحمله كاركتكتشر او كاوبجي او STL او STB. عندك هنا كاتيجوري كتير تقدر تختار منها. طيب لما نيجي نبدأ ازاي، هقول له نيو موديل، فيبدأ يفتح لي النيو موديل بالشكل دوت. هتلاقي عندك اعدادات كتير جدا، زي مثلا الكور هنا في حاجات ان انت تقدر تقول له انا عايز اصدرها ك STB او DXF او OBJ او CL. طيب ممكن تيجي هنا مثلا العمليات الحسابية موجودة كلها هنا، الجا والجتا والزاو، لو انت عايز ترسم حاجة تولز، انت عايز ترسم سيرفيس او عايز ترسم فيكتور، او هرسم لك النقطة هنا. طب محتاجين نحط له انبوت، فهقول له مثلا الانبوت بالشكل دوت، النمبر اقدر اوصلها بالاكس، بص هو المعدل الشكل هو بيختلف اهو، ممكن اوصلها بالاكس والواي، ممكن اقول له موف اب، وتقدر تديله الماتيريال اللي انت عايزها اهو، الشكل اللي تعمله، وتبدأ تديله الكالر والتكتشر وكل الاعدادات الخاصة بالماتيريال. وتقدر تيجي هنا تقول له هايد او ديليت للنوت، تقدر ترسم اشكال كتيرة جدا، كل ده اونلاين، كل ده مجاني، كل ده بتولز سهل جدا. يعني لو حد شغال على الراينو هلاقي الادوات اللي هو متعود عليها اهو، بيقول لك اديني كيرف، فتبدأ تشوف الكيرف اللي انت عايزه، تبدأ تحط الكيرف وتبدأ ترسم اللي انت عايزه. حاجات مثلا سوليد اهو، رسم لك البوكس على طول. انت محتاج بقى تديله البوينت مثلا اهو، وممكن حتى تديله الويتس واللينس من هنا والهاي، بحيث لما تغير الشكل كله يتغير معاك. تقدر بس تستخدم كل الأدوات اللي أنت متعود عليها، كيرفت مثلا اهوت، تقدر تقول له أنا عايز أرسم مثلا بانل، عايز ترسم سوليد انترسكشن، تديله شكلين ويجيب لك التقاطعات أو الحاجات الاتحاد بينهم. فكل الإمكانيات موجودة معاك، تقدر تعمل اللي أنت عايزه. لو أنت عايز تعمل ليست أو تري، فأتمنى إن شاء الله يعجبكم بإذن الله.